السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم دليلة كويزين مع فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى نلقاكم في أحسن الأحوال وأحوال طيبة إن شاء الله، ومبروك عليكم هاد العواشر بالصحة والسلامة يا ربي، أمين. والله يجعله شهر الغفران يا ربي، الله يغفر لنا ويتجاوز عنا ويرفع لنا هاد الوباء إن شاء الله. ونتمنى أن هاد الوصفة اللي اختاريت لكم أنها تنال إعجابكم وتجربوها، وما تنسونيش ملي لايك وابوني وبارتاج مع الاهل والاحباب في مواقع التواصل باش تكبر العائله ديالنا وتعم الفائده لاكثر عدد ان شاء الله. وصفه اليوم اللي هي وصفه ديال الدجاج، اختاريت انني نطيبها في الفرن ديال الزنقه. نتمنى انها تنال اعجابكم وتكون عند حسن الظن ديالكم، ونخليكم مع المقادير ان شاء الله. كيف كتشوفوا بالنسبه للمقادير ديال الدجاج اللي غندو للفران، انا هنا البارح ديجا رقدت الدجاج ديالي في شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، خرقوم، واللي عنده زعفران شعرته هو يديرو، شويه ديال سكنجبير، الحامض مصير مع شويه ديال الزبده وشويه ديال السمن ولا مطاغ، حتى شي معلقه صغيره هكاك ولا معلقه كبيره على حسب الدجاج اللي عندكم، وشويه ديال زيت العود. وبالنسبه للمعدنوس انا درته مع الثومه ودرته في الطحانه، طحنته مزيان وعاد خلطته مع الخليط وشويه ديال الهريسه. صافي وخلطت هاد المقادير مزيان، يعني الدجاج درته من الداخل وهذا من مزيان بديك العطريه. صافي دابا الصباح ان شاء الله غادي نزيد عليها البصله مشلضه، وغادي نزيد عليه شي عطريه انا غادي نوريها لكم. بالنسبه للمقادير اللي غادي نضيف، عندي هنايا الازير، عندي هنا الكمون، عندي شويه سكنجبير والبزار والقزبر يابس، يعني ما درتوش البارح مع الدجاج غادي نديرو اليوم. وهنا عندي ورق موسى، حتى هما غادي نقطعهم مزيان صغار، طريفات صغار، ونخلطهم مع الدجاج. عندي الزعتر، انا عندي الزعتر مطحون، اللي عنده الاخر العادي يديرو. غادي نضيف شويه ديال الصوجه والزيت الروميه بطبيعه الحال، وعندي هنا البصله، البصله اللي شلطتها هنا عندي انا، البيضه والحمراء درتهم بجوج، ومن الاحسن كتجي غير البيضه بوحدها كتجي زوينه في الدجاج. انا عندي هادو بجوج غادي نديرهم بجوج. وبالنسبه للسكنجبير اللي عنده طري يدير حتى طري، طري راه زوين يدير، يعني يديرهم بجوج. صافي هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج، اللي غادي نكمل بهم المقادير ديال الدجاج. وغادي ندير حتى دوك القشاوش ديال الدجاج، حتى هما غادي ندير لهم نفس هاد التوابل والعطر. بالحق هما درتهم البارح، يعني رقدتهم البارح مع الدجاج في نفس ديك العطريه اللي رقدت فيها الدجاج، رقدت هذوك القشاوش ديالو رقدتهم معاه، يعني ديجا شاربين حتى هما العطريه. يعني هاد العطريه تقريبا غتكون تزيد على البصله وهذا باش تعطي البنه ديالها. بالنسبه للقشاوش ديال الدجاج هما كيف كتشوفوا، هما ديجا رقدتهم حتى هما يعني في ديك نفس العطريه، وما عرفتش واش قلت لكم، يعني ركت درت زيت العود مع الدجاج رقدته، عوض ندير زيت المائده درت زيت العود، يعني باش يطلق البنه ديالو. المهم هادو هما المقادير اللي احتاجيت. دابا غادي ندير لاطا، غادي ندير فيها ديك البصله، عاد نخلط التوابل باش ندير على كلشي. دابا هاد العطريه اللي بقات لي من الدجاج اللي مرقده هي هادي، دابا غنضيف عليها ديك العطريه الاخرى اللي عندي، ندير فيها حتى هاد الازير، غادي نطحن فيها هكايا. ورق موسى تا هما غادي نقطعو، غادي نضيف هاد العطرية اللي ذكرت في الأول، يعني الكمون، سكنجبير، والبزار، والقزبر يابس، يعني الكحول. غادي نضيف الزعتر،
ضيف شويه ديال الصوجه. بالنسبه للملح ضيفوا على حسب الذوق ديالكم، يعني ما تكتروش، يعني راه الصوجه مالحه، حامض مصير حتى هو مالح. نضيف شويه ديال الزيت، صافي. وغادي نخلط هاد المقادير مزيان، غادي نخلطها، نخلط بيديا. غادي نضيفهم على ديك البصله اللي درت، غادي نضيفهم عليها باش يخلطها مزيان، باش تشرب ديك العطريه، وهذا يعني تشربها مزيان. يعني البصله كلها ديك العطريه كلها تدوز على البصله. كتبان دابا كتير، ولكن ملي غادي تطيب راه غتولي غير شويه. غادي نضيف عليها داك الخشاوش ودوك الجماوح اللي مقطعين، وهذا تا هما مشرملين، كنضيفهم عليهم. ما يتخلطوا داخل باش يطيبوا. ملحة أنا هنا ما ضفتش ملحة، لأن ديجا دايرة فيكم حامض مصير عندي مالح، وضفت هذا الصوجة، درت شوية ديال الملحة في الأول مع الدجاج، دابا ما ضفتهاش نهائيا. دابا ها هما قادتيس هادو، دابا غندير عليهم الدجاج. غادي نغطيهم ببابي سوفيغيزي، ومن بعد غادي نديرو بابي ألمنيوم، وغادي نصيفطهم دابا للفران ونطلقهم من بعد ما يطيبو، ونشوفو النتيجة النهائية. ها هو الدجاج من بعد ما يعني جبناه من الفران طايب ومحمر مزيان، يعني يا سلام. نتمنى انه يعجبكم وتجربوه، وغادي نوريكم صور، يعني غادي في اخر الفيديو غيكونوا صور اخرين، يعني كنت ديجا طيبت نفس الوصفه بطريقه اخرى، يعني عمرت داك الدجاج زياده بالتعمار ديال الفيرميسال، اما المراحل الاخرى يعني نفسها، وطريقة التقديم مغايرة لهذه اللي كتشوفوا دابا في هاد لا فيديو، يعني الصور مغايرة على هاد الشيء. نتمنى ان هاد جوج ديال الطرق يعجبوكم وتجربوهم. ما تنسوناش باللايك، ابوني وبارطاج مع الاهل والاحباب، ونخليكم في امان الله.